اهلا بكم يا شباب، معكم محمود من ايزي نيو تك. شهر مايو جاي ومعاه العاب كتير منتظره، عشان كده هنستعرض معاكم في الفيديو ده اكتر 8 العاب منتظره في شهر مايو. نبدا باول لعبه معانا وهي هود اوت لو ان ليجند. دي لعبه اونلاين مالتي بلاير من منظور الشخص الثالث، تتكون من فريقين، كل فريق 3 لاعبين، تعتمد على الستيلز او التخفي، والهدف منها انك تدخل مكان معين انت وفريقك وتلموا اللي فيه وتخلعه من غير ما حد يحس بيك. عندك 4 كلاس تختار ما بينهم وخمس خرايط هيكونوا موجودين يوم الاطلاق. اللعبه فكرتها مثيره للانتباه شويه ولازم تحطوا عينيكوا عليها. اللعبه نازله في 10 مايو على كل الاجهزه. ندخل بعد كده على ماس افكت ليجندري اديشن. ده كولكشن ريماستر بيضم اول 3 اجزاء من السلسله، وطبعا تحسينات في الاضاءه والجرافيكس بشكل عام. لو انت عمرك ما لعبت ماس افكت هيكون الار بي جي فرصتك جاتلك انك تلعبها بجرافيك افضل ومناسبه للعصر الحالي. الكولكشن ده هينزل في 14 مايو على البي سي والبي اس 4 والاكس بوكس 1. Landing was a bit rough, but I don't think they spotted me. ندخل بقى اللعبة اللي بعد كده وهي سبناتيكا بلو زيرو. كتير مننا لعب وجرب سبناتيكا لأول مرة الشهر اللي فات لما كانت من ضمن الألعاب المجانية المقدمة من مبادرة العب في البيت من سوني بلاي ستيشن. الجديد هنا ان سبناتيكا بلو زيرو هتاخدك في حتة تانية خالص، وزي ما باين من اسمها تحت الصفر، يعني هتكون بيئة تلجية. ده مش مجرد اكسبانشن عادي، ده ستاند الون او لعبة منفصلة عن اللعبة الأصلية. أحداثها بتحصل بعد سنتين من اللعبة الأصلية. مش عايز أخش في تفاصيل كتير عشان ما أحرقش حاجة، بس اللعبة هتنزل في 14 مايو على كل الأجهزة. ندخل بقى على نوك أوت سيري. لعبة دادج بول عنيفة حبتين. دي لعبة اونلاين مالتي بلاير، حاجة كده شبه صيادين السمك. هدفك انك تضرب الكرة في وش الخصم، وواضح ان اللعبة هتقدم جيم ميكانيكس بسيطة بس شكلها هتكون ممتع. الجرافيك بتاع اللعبة والاتجاه الفني العام شكله كده يشبه الى حد كبير لعبة سبلاتون. اللعبة هتنزل 21 مايو على البي اس 4 والاكس بوكس 1 والبي سي والسويتش. And class is in session, baby. Oh man. ندخل بقى على راست. اللعبة الغنية عن التعريف لمجتمع البي سي، لعبة النجاة اللي بتعتمد على الكرافتنج والبناء في محاولة للنجاة من اللاعبين الآخرين. راست لعبة اونلاين مالتي بلاير نزلت تقريبا في 2013 بنظام ايرلي اكسس او الدخول المبكر على البي سي، وحققت نجاح كبير وقتها. هي مش الوحيدة في النوع ده، بس هي كانت من اول الالعاب اللي نزلت وناس كتير حبتها على البي سي بسبب المتعة اللي بتقدمها وانت بتلعبها مع اصحابك. المهم نسخة الكونسولز من اللعبة هتنزل في 21 مايو. Without Sarah, I knew that we were leaving everything behind. What did you do? عندنا بقى حصرية البي اس 4 دايز جون اللي وجودها ضمن العاب البلاي ستيشن بلس المجانية لشهر ابريل اداها فرصة تانية، وناس قدروا ان هم يلعبوها ويدوها الاهتمام اللي تستحقه. المرة دي بقى هتنزل للبي سي. اللعبة بتحكي قصة ديكون اللي بيحاول يعيش او يلاقي سبب يعيش عشانه في عالم مليان زومبي. وعلى فكرة انت مش هتقاتل في اللعبة الزومبي وبس، هيكون في بني ادمين كمان، وساعات هتحس ان هم اسوأ من الزومبي. البي سي بورت بتاع اللعبة هيقدم معاه شوية مميزات تقنية، زي مثلا انه هيدعم الشاشات العريضة وهيفتح الفريم ريت وحاجات كتير ليها علاقة بالجرافيكس بتاع اللعبة. ومين عارف يمكن سوني تعيد التفكير ونقدر نشوف جزء تاني بعد اطلاق اللعبة اللي ممكن يحقق نجاح على البي سي. اللعبة هتنزل 19 مايو. عندنا بقى اللعبة المثيرة للاهتمام ايو ميوتن. دي لعبة ار بي جي اكشن ومغامرات بتحصل في عالم مفتوح،
بتقدم كومبات مدعوم باستخدام قدرات خاصة. اللعبة كمان فيها نظام كرافتنج هيسمح لك بصناعة أسلحة مختلفة زي السيوف والشوت جانز والرايفل. الجرافيكس بتاع اللعبة حلو قوي ومبهر جدا، وان شاء الله اللعبة ما تخزلناش وتقدم تجربة ما تتنسيش، خصوصا ان اللعبة منتظرة بشدة. اخيرا هتنزل في 25 مايو على البي سي والبي اس 4 والاكس بوكس 1. Oh no, they're coming. Who is? What the hell was that? واخيرا اللعبة المنتظرة بشدة Resident Evil Village. هنكمل قصة بطلنا من الجزء السابع إيثان وينترز اللي هيكون موجود في قرية ما في أوروبا. اللعبة بتحصل بعد سنتين من أحداث الجزء السابع، وهدفه الرئيسي إنه يلاقي بنته المخطوفة. طبعا الديمو اللي نزل عرفنا بشكل كبير إيه اللي احنا مستنينه بالظبط من اللعبة. اللعبة هتنزل في 7 مايو على كل الأجهزة. الشهر ده هيكون مشحون ألعاب جامدة، ويا رب تطلع قد التوقعات وما تخزلناش. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك المتين بتاعك بقى يا معلم، لان ده فعلا بيدعمك. وشير الفيديو مع اصحابك وشاركهم العاب الشهر ده، وقابل لنا سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ولو عايز تعرف اكتر عن عالم الالعاب مش محتاج اقول لك ان انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعه، واهلا بكم في ايزي نيوتك. Ethan Winters. Welcome.